Aisha. تعودنا على عيسى أميرا قائدا وأبا، تعودناه إنسانا كريما ساميا النسب، تعودنا على البسمة والصوت، على الشطفة والبشت، على الطيبة والأخلاق والحكمة، على قلب به رحمة. تأملنا أصالته، تعلمنا محبته، تطبعنا بطباعه، ونشكر هذه النعمة. بدأ الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة تعليمه في مدارس البحرين التقليدية القائمة على تلقين أصول الدين واللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، كما واصل بعد ذلك دراسته على أيدي معلمين خصوصيين بحرينيين وعرب وبريطانيين. اهتم به والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة طيب الله ثراه كثيرا، وكان الموجه الأول له يحاوره يعلمه وينقل له تجاربه، ومن خلال المحيط الذي تربى فيه والمجالس التي كان يحضرها مع أبيه تعلم الكثير ونشأ على الحب والتواضع واحترام الكبير والقيم الدينية والشيم العربية الأصيلة. بعد أن أنهى دراسته في البحرين أرسله والده إلى أوروبا ليكتسب المزيد من العلم والمعرفة ويقترب من العالم المتطور، تأهيلاً له لفترة قادمة من الحياة يتولى فيها مسؤوليات كبيرة، وكان لهذه الزيارة تأثيراتها في تشكيل نظرته المتطورة للحياة بشكل عام. عندما بلغ 20 من العمر بدأ تولي مسؤولياته في إدارة شؤون البلد، وفي 24 عهد إليه والده ولاية العهد، وذلك في 5 يوليو لعام 1957. وفي تلك السنوات دخلت البحرين مرحلة تأسيس الإدارات الحكومية وإصدار القوانين المنظمة لشؤون المجتمع. وفي يوم الخميس 2 نوفمبر لعام 1961 تولى مقاليد الحكم خلفا لوالده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، وفي خطاب له وجهه إلى المواطنين حدد ما علم مرحلة حكمه قائلا: أيها الحفل الكريم، إننا في هذه اللحظات ونحن نتوجه إليكم بأول خطاب بعد تولينا حكم البلاد، نرى أن أول ما يجب البدء به هو الإفصاح عما نحسه من شعور الامتنان لكم ولكافة أفراد شعبنا الوفي الكريم. على ما أظهره الجميع من مشاركة صادقة في مصابنا الأليم، كانت لنا أحسن عزاء وأجمل مواساة. ثم على ما أظهر الكل أفرادا وجماعات من استبشار وغبطة
بمناسبة اضطلاعنا لمسؤولية الحكم خلفاً لعاهل البلاد الراحل أسكنه الله فسيح جناته، ونحن بعد حمدنا لله على ذلك نبدي بأننا بعد الاتكال عليه وطلب العون منه سنسعى ما وسعنا السعي لأن يكون عهدنا عهد رخاء وصفاء واستقرار وازدهار لهذه البلاد العزيزة. اتبع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طوال فترة حكمه سياسة خارجية منفتحة، وقاد برنامجاً اقتصادياً متنوعاً جعل من البحرين مركزاً مالياً رئيسياً في الشرق الأوسط، فقد كان يتمتع بنظرة مستقبلية وسباقة إلى تطوير اقتصاد البحرين ليعتمد على التجارة والاستثمار والخدمات المصرفية وليس النفط وحده. وعلى مدى سنوات حكمه شهدت البحرين إنجازات ونهضة كبيرة بالرغم من وجود معاناة وأزمات سياسية محلية وإقليمية وعربية وعالمية. في عهده تطورت الخدمات الصحية وازداد عدد المستشفيات العامة والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتخصصية، وانتشرت المراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مع وجود العشرات من الأطباء والاختصاصيين من المواطنين الذين تعلموا وتخصصوا في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه. وشهد القطاع التعليمي قفزة كبيرة سواء على المستوى الكمي أو النوعي، وتعج البحرين اليوم بالكليات الفنية والجامعات والمعاهد المتخصصة في مختلف المجالات، وحققت البحرين مكانة علمية متميزة. أعلن افتتاح مدينتكم داعياً الله تعالى أن يجعلها دار خير وبركة لساكنيها من أبناء شعبنا. عمل دائماً على أن يعيش المواطن في أمان وأن يمتلك منزلاً خاصاً به، لذا شهدت البحرين الكثير من المشاريع الإسكانية للمواطنين على رأسها مدينتين تعتبران من أجمل المدن في الشرق الأوسط. تطورت منطقة السوق والحياة التجارية بالمنامة، وتحول وسطها إلى منطقة اقتصادية وتعج بالمؤسسات المالية والمصرفية والحركة التجارية، وكانت له لمسات في إنعاش الحركة الاقتصادية دائما. شهدت البحرين في عهده العديد من المشاريع التنموية، فبالإضافة إلى المشروعات العملاقة المتمثلة في الألمنيوم
والنفط والبتروكيماويات والحوض الجاف، أيضا شملت النهضة قطاعات الأشغال والكهرباء والماء والإعلام والمواصلات. ويعد جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية أحد المشاريع الضخمة وإنجازا تقنيا رائعا ومشروعا قوميا كبيرا ذا آثار اجتماعية واقتصادية عظيمة. كان رحمه الله رجل الاستقلال الوطني والدستور والشورى واستكمال دولة المؤسسات والقانون والنظام. حين توطد الحكم كانت العلاقات الخارجية محدودة، علاقات جيدة مع الجيران واتصال بالقارة الهندية. وبفضل سياسته الحكيمة في العلاقات الخارجية احتلت البحرين مكانا مرموقا يعكس احترام العالم وتقديره للدور الذي تقوم به البحرين. نالت المرأة في عهده الكثير من المكتسبات والحقوق، وكانت المرأة البحرينية تعتبر من أكثر النساء تعليما ودخلا في المنطقة، فقد كان الراحل الكبير يؤمن بالحريات الشخصية وحق الأفراد في الاختيار، وهكذا سادت في عهده مفاهيم المساواة بين الجنسين. تمثلت أبرز جوانب شخصيته في تواضعه الجم، طيبته، رهافة حسه، أسلوبه في استقبال وتوديع زواره، وطريقة أحاديثه العفوية البسيطة معهم دون تكلف. كان رحمه الله يحمل نظرة احترام لكل إنسان مهما كان مستواه ومقامه. لم يكن يحب الحواجز بينه وبين مواطنيه، وكان يخصص الساعات للنظر في مظالم وشكاوى المواطنين والاستماع إليهم ومحاورتهم بعطف وحنان. الأب والأخ والصديق. لقد قاد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه مسيرة التطور في البحرين بما يرغب الناس فيه وما يقبلونه. لذلك بكاه الناس عند دفنه بمقبرة الرفاع يوم 6 مارس لعام 1999. بكى الناس أميرا طيبا كريما من عائلة آل خليفة الطيبة الكريمة. شعر الناس أنهم فقدوا الوالد الحنون والراعي الأكبر والأمير الإنسان. عهدنا شيخنا المحبوب، من بالروح نفديه، أمانينا أمانيه، عهدناه يصافحنا، يصاحبنا، يماسينا، وفي فرح وفي حزن يهنئنا، يواسينا. فكيف الآن نفقده كبدر من ليالينا؟ فلا جفت مآقينا، تعودنا على محبوبنا عيسى،
على ذكر له عطر بكل لسان وكل مكان. تعودنا على الإنسان، فيا محبوبنا عيسى مآلك جنة الرحمن، ونحن لنا جميل الصبر والسلوان.